فقرة ضيف نستضيف الدكتور محمد بن حمو رئيس المركز المغربي للدراسات الاستراتيجية للحديث عن التغييرات التي طالت قيادات الأجهزة الأمنية في الجزائر خلال الفترة الأخيرة. مرحبا بكم أستاذ بن حمو. أهلا وسهلا. نتحدث بداية عن هذه التغييرات المتتالية في قيادات الأجهزة الأمنية في الجزائر، بماذا تفسر ذلك؟ فعلا هي تغييرات جاءت بشكل يبدو فجائي، وجاءت كذلك كما عبر عن ذلك الكثيرون في الجزائر كزلزال، أكيد بأنها لم تكن في البداية متوقعة، وأنها جاءت على تداعيات عملية ومحاولة تهريب أزيد من 700 كيلوغرام من الكوكايين من ميناء وهران، وما تلا هذه الفضيحة من تورط للعديد من المسؤولين، أكيد بأن محاولة تهريب الكوكايين بهذا القدر أثارت ناقوس الخطر حول تجارة الكوكايين وحول تورط مسؤولين في الجزائر في هذه العمليات، أكيد بأن المتورط الأساسي في هذه القضية وهو كمال الشيخي المعروف ب البوشي، والذي يعني انطلق من لا شيء وأصبح أحد كبار المستوردين للحوم، وهو جزار في مهنته، وأن العملية التي تم إحباطها من وهنا تبدو المفارقة من طرف فرقة من الجيش الجزائري، وبتدخل بارجة ويعني طائرات للهليكوبتر، هي تؤشر إلى أن هناك صراع داخل المربع الحاكم بالجزائر، ولعل في تداعيات تصريحات مدير الأمن السابق عبد الغني الجنرال عبد الغني هامل، الذي يعني من بين ما صرح به هو التجاوزات الخطيرة التي يعني عرفها هذا الملف وهذه القضية، وكذلك توفره على يعني قوائم وملفات، والنقطة الثالثة التي يعني كانت صارخة وهي قوله بأن من يريد محاربة الفساد لا ينبغي أن تكون أيديه نظيفة، فبالتالي جاء مباشرة بعد هذه التصريحات إقالة الجنرال عبد الغني هامل وتعويضه بمصطفى الهبيري، وبعد ذلك نلاحظ بأن الرئيس الجزائري أو يعني من هم في سدة قيادة الجزائر يقومون بكذلك إقالة يعني قيادة قائد الدرك الوطني الجزائري، فمناد نوبة الذي يقود كان يقود الدرك الجزائري بذلك يطاح به ويعوض في يعني أسبوع من بعد إقالة عبد الغني هامل، فبالتالي هي يعني إقالات على تداعيات يعني عملية أو محاولة تهريب الكوكايين، وهي يعني بقراءات متعددة وتؤشر إلى يعني احتدام الصراع داخل المربع الحاكم بالجزائر. يعني نواصل بهذه الفكرة الأخيرة التي ذكرتها أستاذ، نتحدث الآن عن السياق العام الذي تأتي فيه هذه التغييرات أو الإقالات، نقصد بالخصوص الجدل الدائر حول الولاية الخامسة للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة. فعلا هي يعني ليست تغييرات، هي إقالات، وجاءت إلى حد كبير بشكل عنيف، وجاءت في كذلك ظروف تعيشها الجزائر، ظروف غير اعتيادية، منها أولا يعني الأزمة الاقتصادية الخانقة والغير مسبوقة التي تعرفها الجزائر، مع ما لذلك من تداعيات سواء على يعني فئات الشباب وعلى يعني مستوى العيش وعلى الحياة بالنسبة للجزائريين، والاختناق الذي يعرفه الشعب الجزائري في هذا المجال، ثم عملية الاحتقان الكبير الذي تعرفه الجزائر في هذه الآونة، ودعوة كذلك والتهيئ للولاية الخامسة، ولاحظنا
يعني فيما بين يعني الخرجات التي تدفع في هذا الاتجاه، خرجت يحيى الذي يدفع كذلك في هذا الاتجاه. فبالتالي هناك يعني توجس من هذه الولاية الخامسة، وهناك يعني دفع بالرئيس الجزائري يعني ليسير نحو هذه الولاية الخامسة. وهنا يعني مؤشر إلى أن إسقاط عبد الغني هامل في هذه اللحظة هو إسقاط كذلك لأحد المرشحين لخلافة بوتفليقة، وإسقاط لرجل يعني من المقربين للرئيس بوتفليقة. هل تتوقع تداعيات يعني إسقاط عبد الغني هامل كما تقول ما هي انعكاسات هذه التغييرات أو الإقالات كما تقول على موازين القوى داخل مربع السلطة في الجزائر؟ هي إقالات إن لم نقل تصفيات، والهدف منها هو أكيد فسح المجال أكثر لسعيد بوتفليقة شقيق الرئيس ليسيطر بشكل أكبر على مجرى الأمور يعني في الفترة اللاحقة. ونحن نعلم بأنه يعني في تعاون كبير مع رئيس الأركان قايد صالح الذي يعني يلعب دورا أساسيا في هذه المرحلة، والذي ربما أنه رغم بعض المطالب التي كانت صريحة للعديد من الجهات خاصة في نهاية السنة الماضية ومطلع السنة الحالية التي كانت تطالب بتدخل الجيش وبأن يلعب دورا في هذه المرحلة، وإعلانه الصريح بأن الجيش يعني سينأى بنفسه عن أي تدخل. فبالتالي الرجل يصنع في هذه الحالة، وإن كان يعني في علاقة غير يعني سليمة ومتوترة مع شقيق الرئيس سعيد بوتفليقة، هم في مرحلة يبدو أن يعني الصراع حول الخلافة، وربما أنه إشكالية المرتبطة بالولاية الخامسة هل ستتم أم لا، خاصة وأن صحة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة يعني تنتابها الكثير من الغموض، وأن يعني انفجار هذه الفضيحة المرتبطة بالكوكايين وليست هي الفضيحة الأولى، وتدخل كذلك يعني بعض الجهات الدولية خاصة يعني الأمريكية من خلال حضور للإف بي آي الأمريكي للجزائر للتدقيق في هذه العملية للتهريب التي انطلقت من البرازيل، وما يمكن أن يكون يعني قد تلاها من عمليات، كلها مؤشرات تفيد بأن يعني صيف الجزائر يبدو من ناحية يعني السياسية الداخلية على صفيح ساخن. نعم. أن ماذا يعني ماذا تمثل هذه الأجهزة الأمنية، موضوع الإقالات والتعيينات في نسيج السلطة المتشابك في الجزائر؟ وأيضا هل في نظرك ستالي هذه الإقالات والتعيينات حركات جديدة مشابهة في يعني باقي الأجهزة الأمنية؟ أكيد بأن هذه الإقالات وما يليها من تعيينات سواء بالنسبة لمصطفى الهبيري أو كذلك بالنسبة للتعيينات في الدرك الوطني، كلها تؤشر إلى أن هناك يعني تداعيات لتصريحات الجنرال عبد الغني هامل، والتي قصد من خلالها يعني بالأساس القضاء، وقصد من خلالها كذلك يعني جزء أساسي من سلطة الحكم بالجزائر، وقصد بها الدرك الوطني وكذلك الأجهزة الأمنية والأجهزة الاستخباراتية. فبالتالي هناك تصدعات، وهذه التصدعات يعني لا زالت استمرار لإقالة وإبعاد الجنرال توفيق. وبالتالي نحن أمام مربع حاكم في الجزائر يعرف المزيد من التصدع، وخاصة وأن يعني تدبير مرحلة الولاية الخامسة أو خلافة
بوتفليقة في حال غيابه كلها يعني تؤكد بأن المربع الحاكم يتصدع وأنه يعني يدبر بعلامات استفهام كبيرة جدا، وأن هذه الإقالات بهذه الطريقة تؤشر على أن يعني أسلوب الذي ستدبر به المرحلة القادمة قد يكون كذلك أسلوبا عنيفا، سواء في إبعاد أو إقالات أو تصفيات كما علمنا أو كما يعني عودنا النظام الجزائري على ذلك في السابق. دكتور محمد بن حمو رئيس المركز المغربي للدراسات الاستراتيجية، كنت ضيفنا اليوم.